اتأخروا عني في أي حاجة. زي ما قلت لك الكل بيعتبرك ابن من ابناء النادي الاهلي وليك معامله خاصه زي كل لعيبه النادي الاهلي، بس ده اللي كنت عايز اسمعه منك. انا عارف ده كويس علشان دلوقتي ما حدش بيتعامل معايا على اني اجنبي، بيعاملوني على اني واحد من ولاد البلد. حتى في الشوارع لما بقابل ناس بيجي يقولوا لي هو انت ايه اجنبي؟ معقول؟ انا حاسس انك مصري، كانك من اسوان او من حد من عندنا من بلد من بلاد مصر يعني. وبحاول اتكلم معاهم انا كمان بدوري بالعربي كم كلمه اللي حافظهم. الفتره اللي فاتت كان حالفني توفيق فتره وكان مستواي عالي بسرعه، ده بسبب مسانده زمايلي والجماهير ليا. طبعا لما يكون الجمهور واللاعبين بيساندوك بتقدر تدي كل اللي عندك في الملعب وتحقق نتائج كويسه وتبذل كل مجهودك عشان خاطر الفريق اللي انت بتلعب له. مش عايز افكر